لو أن واحد منا شتم عرقه أو شتمت قبيلته أو شتم أباه والله سيغضب غضبة ما بعدها غضبة، فكيف بالله عليكم والذي يشتم في زماننا هو الذي نفديه بأرواحنا، هو الذي نفديه بدمائنا، هو الذي نفديه بآبائنا وبأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتظرون من مليار ونصف مليار مسلم أن يصمتوا أن يغلقوا أفواههم؟ لا والله، زمان الجبن ولا، زمان الدل ولا، زمان الهزائم ولا، كيف لا ننصر رسول الله؟ كيف لا ننصر رسول الله؟ والله لا هنيأت لنا أيام ولا قرت لنا أعين ونحن نرى رسول الله يرسم ويساء إليه بالجرائد وبالمجلات، بل إن اليوم في فرنسا وفي هذه الدقائق التي أحدثكم بها رسول الله يرسم في المجلات، وأصبحت هذه المجلات توزع رسميا في كل المدارس الفرنسية. الشعوب التي كانت تخرج من أجل الخبز والعيش والطعام والماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقص من حقه ويرسم اليوم برسومات لا يعلمها إلا الله، ثم لا نجد حتى لا حكومات ولا شعوب تنتفض من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننتظر الغنى، ثم بعد ذلك ننتظر الأمن، ثم بعد ذلك ننتظر أن نرزق في حياتنا وفي أعمالنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقص من حقه. وها هو ماكرون رئيس فرنسا أدله الله في الدنيا وفي الآخرة يقف ليعلنها حربا صريحة على الإسلام، هذا النجس الذي لو صفع النعال على وجهه لصاح النعال بأي وجه أضربه، هذا النجس الذي لو صفع النعال بوجهه لصاح النعال بأي وجه أضربه، لكن أطمئنكم أطمئنكم أنه رسول الله، رسول الله يا رسول الله، أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا كالعلم، يا رسول الله أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا كالعلم، وما هم والله وما هم والله أيها الأحباب إلا ككلب امرأة عربية، ما هم والله إلا ككلب امرأة عربية نبح كلبها ليلة فأخرجته فنظر إلى القمر فظن أن القمر رغيفا، فقال العرب كلبا ينبح قمره، فقال العرب كلب ينبح قمره، وما ضر المنير وما ضر المنير نباح كلب ولو كل الكلاب ولو كل الكلاب نابحونا.